بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مشيئة ربنا نحل مع بعض الاختبار رقم خمسة موجود معانا صفحة 250 كتاب الامتحان طبعة 2023 يلا بينا على بركة الله أول سؤال الشكل البيان المقابل يوضح جزيئات عضوية جزيئات عضوية خلي بالنا معنى كده أنا بتكلم على مين بتكلم على الكربوهيدرات بتكلم على اللي هي ليبيدات بتكلم على بروتينات بنتكلم على اللي هي احماض نمويه بس هنا بيقول لي ايه مخزنه للطاقه مخزنه للطاقه اللي هي بتتمثل في ثلاث حاجات اللي هي قدام اللي هي النشا جلوكوز وجلايكوجين في خليتين ا و ب ا يبقى دي خليه وديت خليه اي مما يلي يعبر عن الشكل تعبيرا دقيقا تعالوا نبص كده نفصل الشكل الاول كده اللي قدامنا هنا طبعا الخليه اللي هي ا و فعندي هنا الخليه اللي هي الاولانيه اللي هي ا هنا فيها نسبة عالية جدا منين؟ من النشا، ونسبة قليلة منين؟ من اللي هو الجلوكوز، معنى كده دي عبارة عن خلية مين؟ يا ترى نباتية ولا حيوانية؟ طبعاً خلية نباتية. يبقى ديت عبارة عن خلية نباتية. احنا عارفين النبات بيقوم بعملية اسمها عملية البناء الضوئي، وهنا بيكون نسبة اللي هي بيحول طبعاً الجلوكوز اللي هو بيصنعه عن طريق عملية البناء الضوئي إلى إيه؟ إلى نشا مخزن فين؟ داخل إيه؟ داخل النبات. الخلية الثانية عندي هنا الأخضر ده اللي هو عبارة عن جليكوجين، وعندي هنا نسبة منين؟ إيه؟ من اللي هي جلوكوز. طالما هنا في جليكوجين معنى كده دي عبارة عن خلية حيوانية. خلية حيوانية. إحنا عارفين اللي هي الخلايا الحيوانية بيخزن فيها الفائض من الجلوكوز على هيئه إيه؟ على هيئة جليكوجين بيخزن في الكبد والعضلات. تعالوا نشوف مع بعض بقى كده الاختيارات. فبقول هنا الخليه ألف احنا اتفقنا الخليه ألف عباره عن ايه؟ خليه نباتيه هندور عليها فبقول لي خليه في ورقه نبات يعني خليه نباتيه فالكلام ده صح خليه عضليه يبقى كده الاختيار بالنسبه لنا رقم ب بالنسبه لنا غلط إيه خليه عضليه برضك غلط يبقى ده كمان غلط بالنسبه لنا خليه في ورقه نبات برضك صح لان دي عباره عن خليه ايه؟ نباتيه نشوف الخليه رقم ب احنا اتفقنا اللي هي ب عباره عن خليه حيوانيه وقلنا زي مين يا ترى؟ خليه عصبيه ولا خليه عضليه هنختار مين هنختار طبعا الخليه ايه العضليه ليه علشان قلنا الكولوكوز الفائض عن حاجه الجسم تمام بيبدا يخزن داخل الكبد والعضلات فعشان كده هنختار مين اللي هي العضلات اللي هي خليه ايه عضليه اي مما يلي يمكن رؤيته بالميكروسكوب الضوئي احنا عارفين الميكروسكوب الضوئي قوه تكبيره لا تزيد عن 1500 مره لان لو زاد عن كده هتصبح الصوره ايه غير واضحه طب الميكروسكوب الضوئي اقدر اشوف بيه ايه نقدر نشوف بيه اللي هي مين اللي هي بعض انواع من الخلايا نقدر نشوف بيه اللي هو الجدار الخلوي في الخلايا النباتيه والنواه والسيتوبلازم تعال نبص كده على الاختيارات اول حاجه عندنا الفيروس طب الفيروس هقدر اشوفه عن طريق الميكروسكوب ضوئي طبعا لا ده لازم ميكروسكوب الكتروني يقبل الحاجه حوالي مليون مره رقم ب خليه دم حمراء الخليه ككل ايوه نقدر نشوفها انما التفاصيل من جوه ما اقدرش اشوفها وبالتالي ده صح بالنسبه لنا جهاز جولجي طب ما ده من ضمن عضيات مين اللي هي الخليه ما اشوفها عن طريق مين اللي هو ميكروسكوب مين الضوئي لازم الكتروني التركيب الداخلي للبلاستيدا الخضراء التفاصيل الداخليه بتاعتها يعني هل اقدر اشوفها عن طريق اللي هو ميكروسكوب اللي هو الضوئي طبعا لا أه برضك محتاج مين ميكروسكوب الكتروني فيما يتشابه الغشاء البلازمي مع الغشاء النووي، أول حاجة عندنا مين اللي هو الغشاء مين اللي هو البلازمي، احنا عارفين الغشاء ده بيكون غشاء مزدوج بيحب مين بي اللي هو الخلية النباتية والحيوانية، وكان بيكون من ثلاث حاجات زي ما احنا خدنا قبل كده طبقتين من اللي هي الفسفوليبيدات وجزيئات اللي هي البروتين المطمورة وجزيئات منين من, من الكوليسترول. الحاجة الثانية عند مين اللي هو الغشاء مين اللي هو النووي، طب الغشاء النووي ده لو احنا فاكرين ده عبارة عن غشاء مزدوج كان بيحيط مين بالنواة وبيفصل اللي هي المحتويات اللي هي النواة عن مين عن اللي هو السيتوبلازم وكان بيحتوي على العديد من الثقوب اللي هي الدقيقة اللي هي من خلالها بيمر مين المواد بين النواة وبين مين السيتوبلازم فهنا عاوزين هنا ايه يا ترى هما الاثنين متشابهين في ايه في أول حاجه كلاهما يتكون من طبقتين ها ايه رايكم طبعا صح وزي الفل احنا عارفين الغشاء البيلازمي لسه بنتكلم بنقول عباره عن ايه بيتكون من طبقتين من اللي هي الفسفوليبيدات يعني عباره عن غشاء مزدوج طب اللي هو الغشاء النووي برضك ده غشاء ايه غشاء مزدوج فهم الاثنين بيتكونوا منين من, إيه؟ من طبقتين رقم ب كلاهما يتميز بخاصيه نفاذيه لا اللي عنده نفاذيه اختياريه اللي هو مين اللي هو الغشاء البلازمي فقط يبقى عندي ده بالنسبه لنا ما ينفعش نختاره احنا قلنا اللي عنده خاصيه النفاذيه الاختياريه اللي هو مين اللي هو الغشاء مين اللي هو البلازمي انما لو قال لي بس ده اللي هو مين اللي هو الجدار الخلوي خلي بالنا يعني ولا ده ولا ده هما الاثنين ما عندهمش نفذيه انا عندي الغشاء البلازمي عندي حاجه اسمها نفذيه ايه نفذيه اختياريه علشان هنا إيه بينظم مرور مين المواد من وايه والى الخليه يعني يتحكم فين في مرور ايه المواد كلاهما به بوابات لا اللي فيه بوابات اللي هو مين الغشاء البلازمي فقط احنا عارفين اللي هو الغشاء البلازمي بيحتوي على جزيئات من البروتين المطموره ودي بتتميز انها تعتبر ايه كبوابات لمرور مين المواد من والى الخليه وكمان مواقع ايه بتعرف الخليه على مين على المواد المختلفه زي الهرمونات زي المواد ايه الغذائيه وبالتالي ده ما ينفعش كلاهما يفصل بين محتويات الخليه والوسط المحيط طب مين اللي هيفصل بين محتويات الخليه طب ناخد واحد واحد كده عندنا اول حاجه اللي هو مين اللي هو الغشاء مين اللي هو الغشاء اللي هو البلازمي الغشاء البلازمي ده بيفصل اللي هو البروتوبلازم عن مين عن اللي هو الوسط مين اللي هو المحيط تمام اللي هو بيتكلمنا عليه هو دلوقتي بيتكلمنا على مين على الغشاء مين البلازمي اما اللي هو الغشاء النووي ده بيفصل اللي هو محتويات اللي هي النواة مين عن السيتوبلازم وبالتالي ده كمان ما ينفعش ايه ما ينفعش اختاره الشكل البياني المقابل يوضح تاثير درجه الحراره على نشاط انزيم ما ماذا حدث عند النقطة إكس نبص كده على الرسم عند هنا مدين هنا إيه درجة الحرارة اللي هي سي وعند هنا إيه نشاط الإنزيم زي ما إحنا شايفين كل ما أرفع درجة الحرارة بيبدأ هنا يزداد معايا مين نشاط الإنزيم إلى أن أصل إلى الدرجة المثلى يبقى دي عبارة عن مين عبارة عن الدرجة المثلى التي يعمل عندها إيه اللي هي الإنزيم يبقى الدرجة دي بالنسبة لنا كده دي اسمها الدرجة إيه المثلى لما بدأت كده أزود اللي هي درجة الحرارة عن الدرجة المثلى زي ما احنا شايفين هنا نشاط الانزيم عمال يقل معايا تدريجيا الى ايه؟ الى ان يتوقف. طب هنا يتوقف ليه؟ علشان بسبب اللي هو التغير في التركيب الطبيعي الايه؟ للانزيم، احنا عارفين الانزيم عباره عن ايه؟ عباره عن ماده بروتينيه. فدلوقتي لما برفع الحراره عن الدرجه المثلى ايه اللي حصل؟ تغير اللي هو التركيب الطبيعي بتاع مين؟ بتاع الانزيم. طيب سؤال هل دلوقتي لو انا خفضت الحراره هل الانزيم ده هيرجع لنشاطه مره ثانيه؟ طبعا لا. يبقى هنا الانزيم هنا لا يعود لنشاطه مرة ايه مرة اخرى لما اخفض درجة مين الحرارة هو دلوقتي هنا بقول لي ايه بقول لي ماذا حدث عند النقطة ايه اللي هي اكس طيب نشوف كده الاختيارات فبقول لي رقم أ تغيرت طبيعة الانزيم وتوقف نشاطه طبعا ده الصح عندنا زي ما احنا لسه احنا قلنا الانزيم والله عبارة عن مادة بروتينية لما رفعت الحرارة عن الدرجة المثلى بدأت هنا اللي هي التركيب الطبيعي بتاع المين بتاع الانزيم ايه تغير ولا يعود ايه لنشاطه مرة تانية ويتوقف ايه نشاطه تم استهلاك الانزيم هل الانزيم اصلا بيستهلك الانزيم زي ما احنا عارفين دي مادة بتخش في التفاعل دون ان تشترك فيه ما بتستهلكش وبالتالي هنا ده بالنسبة لنا غلط تم استهلاك مادة التفاعل طب دلوقتي لو حصل استهلاك لمادة التفاعل هل هنا هل هنا الانزيم هنا هيصل الى اللي هو الصفر المفروض هنا يقل فقط انما هنا بالنسبه لنا ده توقف تماما عن ايه عن اللي هو النشاط وبالتالي ما ينفعش اختارها ظهور آه احد مثبطات اللي هو الانزيم طب هنا الشكل زي ما احنا شايفين مدينا ايه درجه نشاط الانزيم ومديني مين درجه ايه الحراره يعني ما جابش اصلا سيره مين اللي هي ايه المثبطات والمثبطات زي ما احنا عارفين بتقلل من سرعه مين اللي هو النشاط ايه الإنزيمي ما العضيه الاكثر نشاطا اثناء ممارسه الانشطه الرياضيه ممارسه انشطه رياضيه يعني هنا الانسان او الكائن الحي محتاج هنا ايه لكم كبير من ايه من الطاقه محتاج اي تي بي طيب اول حاجه عندي يا ترى الريبوسومات هتقدر تديني اي تي بي طبعا لا احنا عارفين طبعا اللي هي الريبوسومات المهمه الرئيسيه بتاعتها ايه اللي هي تخليق من البروتين ملهاش علاقه رقم ب الشبكه الاندوبلازميه طب الشبكه الاندوبلازميه مهمتها ايه والله احنا عارفين اللي هي المهمه بتاعتها دي بتعتبر اللي هو نظام نقل ايه داخلي ايه بيفيد في نقل مين اللي هي المواد داخل مين اللي هي الخلية وكمان اللي هي نقل المواد بين النواة وبين مين وبين السيتوبلازم يعني ملاش علاقة رقم ج اللي هي الميتوكوندريا طبعا دي الإجابة الصح احنا عارفين طبعا اللي هي الميتوكوندريا دي بتعتبر اللي هي المستودع الرئيس المين لإنزيمات التنفس جوه الخلية وكمان مستودع لتخزين مين اللي هي الطاقة الناتجة من اللي هو التنفس ايه الخلوي وتعتبر مصدر لمين للاي تي بي اللي هو محتاجه ايه اثناء ممارسه مين الانشطه الرياضيه رقم د الليسوسومات طبعا دي غلط علشان احنا عارفين اللي هي الليسوسومات او بسماها اللي هي الحويصلات اللي هي الافرازيه المهمه الرئيسيه بتاعتها هضم المواد الغذائيه اللي بيتم ابتلاعها عن طريق الخليه وتبدا تحولها لايه الى مواد ابسط منها الحاجه الثانيه التخلص من ايه من الخلايا والعضيات اللي هي المسنة والمتهالكه علشان بتحتوي على مين على اللي هي انزيمات الليسوسوميه اي مما يلي يمثل تركيب حيه وتركيب غير حيه على الترتيب في نسيج مين نسيج الخشب تعالى نفتكر كده نسيج الخشب احنا فاكرين نسيج الخشب ده كانت المهمه الرئيسيه بتاعته مين اول حاجه دو عمل النبات والحاجه الثانيه اللي هي توصيل الماء والاملاح من اللي هو الجذر الى الساق الى الاوراق طيب نسيج الخشب كان بيتكون من ثلاث حاجات نسيج الخشب كان بيتكون من ثلاث حاجات كان اول حاجه عندنا رقم واحد خلايا برانشيمية دي اول حاجه الحاجه الثانيه اوعيه الحاجة الثالثة قصيبات يبقى ده تركيب مين؟ لو نسيج مين؟ نسيج الخشب طب أول حاجة عندنا خلايا إيه برانشمية. طبعا ديت عبارة عن خلايا رقيقة تمام ودي عبارة عن خلايا إيه؟ خلايا حية لأنها بتحتوي على مين؟ على البروتوبلازم فيها نواة فيها سيتوبلازم وبالتالي هنا هو عاوز هنا أبدأ بمين؟ هبدأ بتركيب حية يبقى لازم أبدأ بمين؟ بخلايا برانشمية. هنا أوعية طبعا أوعية ديت آه طبعا ديت أهو بيزال من داخلها هي وقصيبات خلي بقنا. هما الاثنين هيتشال منهم اللي هي الجدر العرضية هيتشال منهم اللي هو البروتوبلازم يعني هما الاثنين عبارة عن ايه اللي هي عبارة عن خلايا غير حية يبقى هما الاثنين عبارة عن ايه عبارة عن تركيب غير حية فأنا لما يقول نوعية طبعا دي غير حية بالنسبة لنا غلط وقصيبات هنا واحنا هنا لازم نبدأ بالترتيب يعني نبدأ بأول حاجة تركيب حية ثم تركيب ايه غير حية فدي بالنسبة لنا كده غلط ده صح بالنسبة لنا لان ده غير حي دي بالنسبة لنا قصيبات غير حية وبالتالي اصبحت غلط ديت اللي هي الحية يعني هنا عكس الإجابة وبالتالي ما ينفعش أختارها. هنا طبعا اللي هي الخلايا البرانشيمية ديت عبارة عن خلايا حية. أما لأنها بتحتوي خلي بالنا ليه حية قلنا عليها علشان بتحتوي على النواة والسيتوبلازم. الأوعية إحنا قلنا الأوعية والله هيتشال منها اللي هي الغدر العرضية هيتشال منها البروتوبلازم هيتشال منها النواة وتغلظ من الداخل بإيه؟ باللجنين وبالتالي دي أصبحت إيه؟ اللي هي تراكيب غير حية. وبالتالي دي الصح بالنسبة لنا رقم مين؟ رقم جيم. رقم د الأوعية إحنا لسه قايلين إن هي غير حية فأصبحت الإجابة كده إيه بالنسبة لنا غلط، لأن هنا عكس إيه؟ عكس الإجابة، ده اللي حي وده اللي هو إيه؟ غير حي. أي مما يلي تتشابه جميع الخلايا التالية في وجودها؟ عاوزين حاجة موجودة في الأربع خلايا اللي هي قدامنا. طب هنا نبص كده على الخلايا اللي قدامنا، طبعًا ديت أه دي نواة وده سيتوبلازم وده اللي هو الغشاء اللي هو البلازمي، يبقى اللي قدام دي عبارة عن خلايا إيه؟ خلايا اللي هي حيوانية. هنا طبعا في جدار خلوي يبقى اول واحده ديت خلايا حيوانيه حيوانيه هنا طبعا في جدار خلوي يبقى دي عباره عن خلايا نباتيه طبعا هنا اول حاجه اللي هو الغشاء البلازمي يبقى دي عباره عن خلايا حيوانيه هنا في جدار خلوي اول حاجه يبقى دي عباره عن خلايا نباتيه فهنا بقول رقم الف اللي هو الغشاء الخلوي ها تمشي معانا طبعا صح يبقى ديت موجوده فين؟ موجوده في كل حاجه قدامنا اللي هو الغشاء مين اللي هو الغشاء الخلوي احنا عارفين طبعا الغشاء الخلوي المهم الراسيه بتاعته بسميه اللي هو الغشاء الملازمي بيغلف الخليه من الخارج زي ما احنا شايفين وبيفصل اللي هي المحتويات بتاعت اللي انا بسميه البروتوبلازم عن مين عن الوسط اللي هو ايه الخارجي وبيمنع انتشار مين اللي هو البروتوبلازم خارج ايه خارج الخليه وكمان له دور كمان فين في تنظيم مرور المواد من والى ايه الخليه طيب يبقى الغشاء الخلوي ده موجود في الخلايا الحيوانيه وموجود كمان فين في اللي هو الخلايا مين اللي هي النباتيه لان هو بيالي مين بيجي بعد مين بعد اللي هو الغدار الخلوي رقم ب بي بيقول لي الخلوي لا الجدار الخلوي ده موجود في الخلايا النباتيه فقط انما مش موجود فين في الخلايا ايه الحيوانيه ما ينفعش اختاره البلاستيدات طبعا البلاستيدات موجوده في بعض الخلايا النباتيه مش كلها كمان يبقى هنا في بعض الخلايا النباتيه موجود فيها ايه بلاستيدات خضراء وبالتالي ما ينفعش ايه ما ينفعش اختارها انما طبعا الخلايا الحيوانيه ما ينفعش ايه ما فيهاش اصلا بلاستيدات وبالتالي ايه بالنسبه لنا اختيار غلط. رقم د النواه. طب هل النواه موجوده في جميع الخلايا اللي هي قدامي؟ اللي هي قدامي خلي بالنا هو بيسالنا على السؤال الحاجات الاشكال اللي هي قدامي فيما تتشابه ايه جميع الخلايا التاليه الاربعه اللي, اللي قدامي. طب هنا في نواه، هنا في نواه، هنا ما في فيش نواه. زي مثلا اللي هي كرات الدم الحمر ما كانش فيها نواه. تمام؟ وبالتالي ما ينفعش اختار مين النواه. هنا في نواه. يبقى دي الوحيده اللي ما مين؟ نواه فعشان كده ما ينفعش اختار مين اللي هي النواه تم اختبار مكونات أربعة أطعمة مختلفة فظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي أي طعام يحتوي على سكر أحادي ونشا وبروتين على الترتيب هنبدأ بأول حاجة اللي هو مين اللي هو السكر الأحادي بكشف عن السكرات الأحادية عن طريق مين اللي هو اختبار مين اللي هو بندكت أو بسميه كشب بندكت ويبقى ده بستخدمه في الكشف عن مين؟ عن السكريات الأحادية. ولو احنا فاكرين كان اللون بتاعه لو هو عندي موجود سكر أحادي كان هيتغير من اللون الأزرق إلى اللون البرتقالي، يبقى هدور على مين؟ عن اللون البرتقالي. أزرق ده طبعًا بالنسبة لي غلط، يبقى كده الاختيار أ بالنسبة لنا غلط. أزرق ده بالنسبة لنا غلط يبقى ده غلط بالنسبة لنا. برتقالي صح وده صح. دي أول حاجة بالنسبة مين للسكريات الأحادية. الحاجة التانية مين اللي هو النشا؟ طب النشا كنت بكشف عنها عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو اختبار اليود او كنت بسميه محلول اليود ده بستخدمه في الكشف عن مين؟ عن النشا وكان اللون بتاعه بيتغير من اللون البرتقالي الى اللون الازرق الداكن يبقى البرتقالي ده زي ما احنا قلنا غلط وده غلط كده بالنسبة لنا مش هينفع نختاره عشان احنا قلنا عليه غلط اصلا من البداية يبقى احنا هنا هندور على مين؟ على اللون ايه اللي هو الازرق الداكن ازرق يبقى ده صح بالنسبة لنا. البرتقال ده بالنسبة لنا غلط يبقى ده كمان غلط يبقى كده الإجابة رقم مين؟ رقم ب، تعالى نكمل كده. الحاجة التالتة عندنا مين اللي هي البروتين والبروتين كنت بدور عليها واكشف عنها عن طريق مين؟ عن طريق كاشف البيورايت تمام؟ يبقى اختبار البيورايت أو بسميه كاشف البيورايت ده بستخدمه في الكشف عن مين؟ عن البروتينات. كان اللون بتاعه بيتغير من اللون الأزرق إلى اللون البنفسجي، فعلا بنفسجي قدام أهو يبقى الإجابة الصح رقم مين؟ رقم ب زي ما إحنا اخترناها. ادرس الجدول التالي ثم حدد أي الخلايا تنتمي للنسيج البرانشيمي، خلي بالنا من كلام نسيج برانشيمي يعني لو احنا فاكرين كان ده عبارة عن نسيج حي الخلايا بتاعته بتكون بيضاوية أو مستديرة، الجدر بتاعتها إيه؟ رقيقة ومرنة علما بأن سمك الجدار الخلوي دون أي ترصيبات كام؟ بيساوي مية نانومتر هنسأل نفسنا السؤال الأول كده هل النسيج البرانشيمي فيه ترصيبات؟ زي الكولانشيمي او اللي هو طبعا ما فيهوش اي حاجه ده ديت قلنا الجدر بتاعته ايه رقيقه ومرنه رقيقه يعني ما فيش اي نوع من الترسيبات يعني هنختار نفس السمك اللي هو قال لي عليه اللي هو كام اللي هو 100 نانومتر لان هيكون زي مين زي اللي هو جدار ايه الخلوي دون اي ترسيبات تعال نشوف كده لو لنا مدينا هنا اربع خلايا الخلايا الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه وهنا كميه اللي هي السليلوز بالجدار الخلوي هو هنا قال لي كام قال لي 100 فده 100 بالنسبه لنا اهو صفر طبعا ده كده بالنسبه لنا يبقى الاختيار ده بالنسبه لنا غلط الاختيار هنا 200 هنا يعني معنى كده في ترصيبات معنى كده اللي قدامي ديت عباره عن خلايا كولانشيميه او اسكلارانشيميه تمام فبالتالي ده بالنسبه لنا اختيار غلط ما ينفعش اختاره هنا 100 صح بالنسبه لنا طيب يا ترى نختار بقى مين الخليه رقم واحد ولا الخليه رقم اربعه عندي هنا مديني ايه تاني كمية المواد الأخرى بالجدار الخلوي هنا في 80 نانومتر وهنا صفر إحنا لسه قايلين إيه؟ إحنا اتفقنا إن النسيج البرانشيمي عبارة عن إيه؟ خلايا إيه رقيقة ومرن رقيقة يعني مفيش أي نوع من الترصيبات يعني هو نفس السمك اللي هو مدونة زي ما هو يبقى ال 80 نانومتر ده معنى كده إن في ترصيبات تانية معنى كده اللي قدامي ديت عبارة عن إيه؟ نوع تاني من إيه؟ من الخلايا فبالتالي ما ينفعش يبقى الصح بالنسبة لنا اللي هي مين؟ الخلية رقم كام؟ رقم أربعة. تفرز الخلايا المبطنة للقصبة الهوائية مادة مخاطية، مادة مخاطية. المادة المخاطية ديت هو بيكون عبارة عن مادة بروتينية، مادة بروتينية، يبقى ديت عبارة عن إيه؟ مادة بروتينية. وتمر هذه العملية بعدة مراحل كالتالي. طالما هي مادة بروتينية، مين اللي هيفرزها؟ إحنا عارفين طبعًا إن هو المصنع الأساسي لتصنيع البروتين في الخلية اللي هي اللي يبقى لازم ابدا بمين بالريبوسومات طيب هنا بقول رقم واحد اضافه الكربوهيدرات للبروتين وبعد كده رقم اتنين التحام الحويصلات الافرازيه بالغشاء البلازمي تلاته انتاج البروتين بواسطه مين ريبوسومات اربعه انفصال الحويصلات عن مين عن جسم جولجي لازم نبدا احنا اتفقنا دي عباره عن ماده ايه بروتينيه يعني لازم نبدا بمين بانتاج البروتين بواسطه مين الريبوسومات ده بالنسبه لنا رقم واحد يبقى لازم نبدا بمين برقم مين رقم ثلاثة يبقى هنا بدا هنا برقم واحد ده بالنسبه لنا غلط ده غلط عشان بدا بواحد ثلاثة صح ثلاثة صح حلو قوي احنا عارفين طبعا الريبوسومات دي موجوده على مين موجوده على الشبكه الاندوبلازميه اللي هي ايه الخشنه جميل بعد كده ايه اللي هيحصل احنا عارفين بعد كده اللي هي جسم جولجي جسم مين جسم جولجي هيقوم بمهمه معينه طب هيعمل ايه بيبدا يستقبل اللي هي الجزيئات اللي هي المواد اللي بيفرزها مين اللي هي الشبكه ايه الاندوبلازميه عن طريق مجموعة منين؟ من اللي هي الحويصلات ايه؟ الناقلة، الحويصلات مين؟ الايه؟ الناقلة، وبعد كده بيبدأ يصنف المواد اللي هي قدامه ويدخل عليها ايه؟ بعض التعديلات، يصنفها ويدخل عليها بعض التعديلات، التعديلات هنا اللي حصلت قدامنا اللي هي مين؟ اللي هي إضافة الكربوهيدرات لمين؟ للبروتين، يبقى ده هنا عملت ايه؟ عملية تعديل، يبقى لازم أبدأ بالحاجة التانية مين رقم مين؟ رقم واحد، هنا رقم واحد، وهنا رقم واحد، حلو أوي. بعد ما بيبدا يضيف اللي هي التعديلات عليها بيبدا بيوزع المواد ديت فين في الخليه او يعبيها داخل حويصلات افرازيه يعبيها يعني داخل مين حويصلات ايه افرازيه اللي هي أنا قدام رقم كام اللي هي رقم يا ترى 2 ولا 4 فهنا 2 بيقول لي ايه التحام الحويصلات الافرازيه بالغشاء البلازمي لا دي بالنسبه لنا يكون اخر خطوه علشان تطرد خارج الخليه انفصال الحويصلات عن جسم جولج ايوه هي دي الخطوه اللي بعد كده يبقى عند اللي هي رقم اربعه ديت بالنسبه لنا هي الصح يبقى كده الاجابه رقم مين؟ رقم د يبقى هنا بعد ما هنا دخل التعديلات على اللي هو البروتين تمام هيبدا بعد كده يوزع المواد ديت او يعبيها داخل مين زي ما احنا قلنا اللي هي حويصلات مين اللي هي افرازيه اللي احنا بنسميها ايه؟ اللي هي السوسومات علشان بعد كده تبدا تتجه فين؟ الى إيه الغشاء مين اللي هو الغشاء ايه؟ البلازمي علشان يتم ايه؟ عملية طردها فين في النهاية؟ يبقى بعد ما تحولت إلى اللي هي حوصلات عن طريق اللي هو جسم جولجي هيبدأ هنا بعد كده آخر مرحلة عندنا هتبدأ تتجه مين لغشاء مين اللي هي الخلية علشان يتم طردها خارج مين خارج الخلية على هيئة إيه؟ على هيئة منتجات إفرازية اللي هي رقم كام؟ رقم اتنين يبقى الصح بالنسبة لنا رقم مين؟ رقم دال فسر ينصح مرضى السمنه بتقليل تناول الاغذيه الغنيه بالكربوهيدرات احنا عارفين الكربوهيدرات من المصادر اقول كده الاجابه على طول الكربوهيدرات من المصادر الاساسيه والسريعه للحصول على الطاقه هنا الجسم هنا اللي عاوز هنا يعمل اللي هو مريض السمنة ده عشان يقلل الوزن بتاعه هنا لازم يلجأ لإيه؟ تقليل مين اللي هي إيه؟ الدهون، لأن الجسم لا يلجأ إلى استخدام الدهون في الحصول على الطاقة إلا في حالة غياب الكربوهيدرات يبقى الجسم هنا مش هيلجأ إلى اللي هي المواد اللي هي الدهنية اللي هي الليبيدات يعني إلا في حالة مين؟ في حالة غياب مين؟ الكربوهيدرات ما الفرق بين الكروماتيد والكروماتين؟ أول حاجة عندنا اللي هو الكروماتيد الكروماتيد ده طبعا بيدخل في تركيب مين لو هو كروموسوم يبقى اقول له يدخل في تركيب الكروموسوم. كل كروماتيد كل كروماتيد يتكون من الدي ان ايه? وبروتينات هستونية. ده أول حاجة اللي هو مين اللي هو ايه الكروماتيد، الحاجة التانية عندنا اللي هو مين بيسألنا عليها اللي هو ايه الكروماتين، يبقى الحاجة التانية الكروماتين دي عبارة عن خيوط متداخلة ومتشابكة مع بعضها توجد داخل النواة وتظهر عند انقسام الخليه. ده الفرق بينهم هما الاثنين. ما العناصر التي قد توجد في البروتينات ولا توجد في الكربوهيدرات؟ طب اول حاجه الكربوهيدرات لو احنا فاكرين، الكربوهيدرات كان موجود فيها ايه؟ كان موجود فيها اللي هي ذرات الكربون والهيدروجين و وال الاكسجين طب الحاجة التانية اللي هو بيصنع على اللي مين اللي هي البروتينات البروتينات لو احنا فاكرين كان فيها اللي هي الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين كان عندنا الوحدة الاساسية بتاع تركيب اللي هي البروتينات اللي هي مين اللي هي الاحماض اللي هي الامينية وكان عند الحمض الاميني عبارة عن ذرة الكربون اللي هو سي بيرتبط بيه مجموعة الكربوكسيل سي او او اتش وعندي الان اتش 2 وعندي الاتش اللي هو الهيدروجين وعندنا الايه الالكيل فعندي هنا البروتينات زي ما احنا اتفقنا كان فيها اللي هو السي ادي قدامي اهو فيها سي ال وعندي اللي هو الاتش موجود وعندي الاو موجوده وعندي كمان الان اللي هي موجوده فين في مجموعه مين اللي هي الامين وبالتالي دي العناصر اللي هي ايه موجوده في مين وعاوز هنا طبعا ايه العناصر التي قد توجد في البروتينات ولا توجد فين في الكربوهيدرات فعندنا طبعا السي موجود في الاثنين عند الاتش موجود في الاثنين عند الام موجود في الاثنين طبعا عند الان هنا اللي اصبحت موجوده فين في البروتين ولا توجد فين ولا توجد في الكربوهيدرات ما العلاقه بين تكون النشا والبلاستيدات الخضراء العلاقه ديت هسميها علاقه طرديه اقول له علاقه طرديه يعني ايه علاقه طرديه يعني لما يزيد معايا عدد البلاستات الخضراء هيزيد معايا مين تكون مين النشا والعكس صحيح يعني كلما زاد عدد البلاستيدات الخضراء طبعا في الحاله ديت هو هيزداد معايا مين يزداد معدل البناء الضوئي وبالتالي هنا هيزداد كميه اللي هي الجلوكوز اللي هي ناتجه من عملية البناء الضوئي وكل كوزة ما احنا عارفين بيخزن فيه اللي هي النباتات على هيئة ايه؟ على هيئة نشا يبقى العلاقة هنا بين عدد البلاستيدات وبين النشا اقول له علاقة ايه؟ علاقة طردية احسب عدد الروابط الببتيدية في سلسلة عديد الببتيد تتكون من ارتباط 20 حمض اميني يبقى عندنا عدد الاحماض كام 20 وهو عاوز مين عدد ايه عدد الروابط القاعده هنا بمنتهى البساطه اقول له عدد الروابط البيبتيدية اللي هو عاوزها مني طلبها مني بيساوي عدد الأحماض الأمينية ناقص واحد هو مديني كام؟ مديني عشرين يبقى بيساوي عشرين ناقص واحد هيطلع كم? كام؟ تسعتاشر إيه رابطة بيبتيدية يبقى هنا العدد اللي هو بيديهوني اطرح منه واحد ايا كان بقى يقول لي 100 يبقى 99 يقول لي 1000 يبقى ايه 999 وهكذا. ما وجه التشابه بين المركب الف والمركب ب؟ ده المركب الف ده المركب مين؟ ب عاوزين نوجه مين؟ وجه التشابه. نبص كده على المركب الف زي ما احنا شايفين المركب الف زي ما احنا قدامنا دي عباره عن ذرات ايه؟ من الكربون وذرات من اللي هي الهيدروجين وكمان ذرات من إيه من اللي هي الاكسجين وعندي هنا كمان في روابط اللي هي احاديه وكمان في روابط مين اللي هي روابط الآية الثنائية معنى كده اللي قدامه ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن حمض دهني غير مشبع كان زي مين كده اللي احنا خدناه لو احنا فاكرين كان زي الزيوت احنا عارفين الزيوت لو احنا فاكرين كانت عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة مع مين مع الجريسرول طب نشوف المركب التاني كده اللي هو مركب رقم ب عندي هنا طبعا ده اللي هو عبارة عن سكر والسكر ده فيه اللي هي ذره الكربون رقم 3 هنا ما فيش هنا الاكسجين يعني ده عباره عن سكر منزوع الاكسجين معنى كده اللي قدامي ده عباره عن ايه سكر اللي هو الدي اوكسي ريبوز معنى كده اللي قدامي ده عباره عن اللي هو الدي ان اي طيب نبص نكمل كده مع بعض دي طبعا ديت اللي هي عباره عن ذره الكربون رقم واحد مرتبط بها اللي هي قاعده نيتروجينيه عشان بتحتوي على ان قدامي اهو وعندنا هنا ذره الكربون رقم خمسه بترتبط هنا مع مين؟ مع مجموعه مين؟ اللي هي الفوسفات يبقى اللي قدام دي عباره عن ايه عباره عن اللي هي النيوكليوتيدا يبقى ديت عباره عن نيكلوتيدة موجوده في اللي هو الدي ان اي دلوقتي هو طالب مني ايه بيقول لي يا ترى ايه وجه التشابه بين اللي هو الحمض الدهن غير المشبع وبين النيوكليوتيدا والله تشابهين مع بعض في ايه اول حاجه هما الاثنين فيهم ذرات مين اللي هو ايه الكربون يبقى دي عباره عن ذرات الكربون وهنا في ذرات مين الكربون يبقى اول حاجه رقم واحد كده يحتوي على ذرات الكربون الحاجة التانية هما الاتنين عبارة عن مواد عضوية مواد عضوية هما الاتنين عبارة عن بسمها جزيئات بيولوجية جزيئات بيولوجية طب يا ترى هما الاتنين عبارة عن بوليمر ولا مونيمر طبعا هما الاتنين حاجات صغيرة فبسمهم ايه مونيمر يبقى رقم أربعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مونيمرات ده وجه تشابه بينهم هما الاتنين الشكل بين مقابل يوضح العلاقة بين إنزيمين مختلفين أ و ب ودرجة البي اتش استنتج درجة البي اتش وقوتها التي يكون عندها الإنزيمين أ و ب أكثر نشاطا هنبص كده على أول حاجة عندنا كده طبعا ده عبارة عن البي اتش وعندنا هنا إيه نشاط الإنزيم عندنا اللي هو أول إنزيم عندنا اللي هو رقم بيه عندي هنا طبعا كل ما برفع اللي هو البي اتش بيبدا هنا يزداد معايا نشاط الانزيم الى ان يصل الى الدرجه المثلى عند كام عند حوالي تلاتة ونص يبقى عند اللي هو الانزيم رقم بي ده يبقى اول حاجه عندي كده اللي هو الانزيم اللي هو مين اللي هو بي الانزيم ده الدرجه المثلى اقول له الدرجه المثلى لمين للبي اتش بتاعته البي اتش بيساوي كام؟ تلاتة ونص معنى كده ده بيشتغل في وسط ايه؟ في وسط حمضي يبقى افضل حاجة بالنسبة له البي اتش الموصلة بتاعته كام؟ اللي هي تلاتة ونص يعني وسط ايه؟ يعني وسط حمضي نشوف كده الحاجة التانية عندنا اللي هو الانزيم اللي هو الف آه طبعا هنا بيبدأ هنا كل ما ارفع اللي هو درجة اللي هو البي اتش كل ما ازداد معايا النشاط الانزيم الى ان يصل الى الدرجة الموصلة اللي هي تقريبا عند كام؟ عند تمانية تمام؟ فديت ان هو الدرجة المثلى بتاعته يبقى عند الانزيم الانزيم اللي هو الف اقول له هنا الدرجة المثلى للبي اتش بتساوي كام بتساوي تمانية معنى كده ده بيشتغل في وسط ايه في وسط قاعدي وسط قاعدي يا رب يكون فهمنا ما تنسناش من صالح دعواكم كان معكم مستر طارق والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات قادمه وبتوفيق الجميع رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته